جينا اليوم باش نناضلوا وجينا باش نحتجوا ونوصلوا واحد الميساج للوزيرة الجيدة المصلي على اساس ان تنسيقية السلام الوطنية راها كاينة ومازال كتناضل من اجل الحقوق ديالها اللي كاينة في واحد ملف مطلبي اللي هو متفق ومشاور عليه وطنيا. من بين اهم المطالب اللي كنطالبوا بها وبصفة استعجالية هما مطلبين اساسيا بطاقة شخص معاق موسعة الصلاحية تكون فيها التغطية الصحية بالمجان والمواصلات بالمجان، وكنطالبوا بواحد المنحة شهرية باش المعاق يعيش بكرامة. لهذا جينا باش نوصلوا الميساج ديالنا ونعاودوا نحطوا الملف مطلبي للوزيرة الجديدة كيف ما وضعنا الوزيرة القديمة وما دارت معنا والو. كانت توخاو من الوزيرة الجديدة أنها تكون في على حسب التطلعات ديالنا والمطالب ديالنا باش تخرج على الأقل تبدا لنا غير بالبطاقة ديال الشخص المعاق مساعد الصلاحية كاعتراف الأشخاص في وضعية إعاقة بأنهم راه موجودين في هذه البلاد. مادام أننا ما كايناش عندنا بطاقة وزارية راه ما صارفينش بينا كأشخاص في وضعية إعاقة. جينا كما جاوا الإخوة جميع الإخوة والأخوات من جميع المدن المغربية عند الوزيرة أمام مقر الوزيرة الجديدة باش نلقاو شي حل. يعني راه شحال وحنا كنجيو يعني دازوا شي أربعة الحكومات، يعني حتى شي حكومة ما دارت للشخص المعاق شي حاجة، ونتمنوا هاد الوزيره ان شاء الله تلقى لنا الحل. يعني راه اخر حاجه كنا كنتوقعها هي باش نخلصوا في حافلات النقد، يعني محتاجين بطاقه المعاق، محتاجين منحه شهريه، محتاجين الطبيب هو الاخر كنمشيو ليه كيعطوك رانديفو، يعني كيدخلوا واحد صحيح والمعاق كيخليو. ولينا كنتكرفسوا في السبيطارات في الحافلات في محطات القطار، يعني كنقول حشومه وعار وكفاكم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.